الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم. يلحق علماء الضبط أحرفا صغيرة بدل الأحرف التي حذفت من الخط على عادة العرب في الكتابة زمن النبوة، وذلك للدلالة على وجوب نطقها، فيضعون ألفا خنجرية، هذه الألف الصغيرة شايفينها، مكان الألف المحذوفة، وذلك نحو مالك الكتاب واللائي. انتبهنا؟ فبمعنى هون لابد أن تنطق ألفا وإن لم تكن هذه الألف مكتوبة في الخط. ويضعون نونا صغيرة مكان النون المحذوفة، وذلك نحو ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين مكتوبة بالمصحف الشريف بسن واحدة، شايف، على قراءة عاصم ومن وافقه، لأنه في قراءات ثانية ننجي المؤمنين، ما هيك؟ فننجي من نشاء على قراءة نافع ومن وافقه بنونين، فننجي من نشاء، شايف، يضعون نون صغيرة. ما لك لا تأمننا على قراءة الروم اللي هو الاختلاس، يعني على وجه قراءتها بالروم، والمشافهة تضبط ذلك. ويضعون واوا صغيرة مكان الواو المحذوفة نحو داود، داود بوزن فاعول، ما ووريا، ووريا بوزن فوعلة. انتبهنا كيف؟ لأن العرب في الخط القديم ما كانوا يجمعون بين ألفين ولا واوين ولا ياءين. الياءين أحيان نادرة بيجمعوها، أحيانا نادرة، لكن بشكل عام لا يجمعون بين ألفين ولا بين واوين ولا بين ياءين. فداود كتبوها بكم واو؟ بواو، وما في أحد أبدا بيقرأها داود أبدا، كل القراء شو بيقولوا؟ داود. فلذلك علماءنا زادوا واوا صغيرة، شايف، وكانت باللون بلون غير السواد، بغير السواد حتى يعني لا تختلط بالرسم الأصلي الموروث النبوي. ووريا كمان أيضا بوزن فوعلة. ويضعون ياء مردودة إلى الخلف مثل هذه مكان الياء المحذوفة نحو إيلافهم لإيلاف قريش. لو فتحت المصحف تجد إيلافهم ما فيها ياء، لكن مكتوب هذه الياء، الياء المردودة إلى الخلف، لأنه في قراءات إيش؟ إيلافهم، ما هي؟ نعم. فما آتاني الله، أيضا ليس في الخط ياء في آتانية، فيضعونها ياء مردودة إلى الخلف ويضعون فوقها الفتحة. كما يضعون الواو والياء المذكورتين اللي هن الصغار في الحجم يعني للدلالة على وجوب مد الصلة نحو إنه على رجعه لقادر. ضبط الحرف الذي يقرأ بخلاف ما يكتب، في حروف تقرأ بخلاف ما تكتب، كيف ضبطها؟ يضع علماء الضبط ألفا خنجرية صغيرة فوق الواو أو الياء غير المنقوطة للدلالة على نطق الألف بدلا منهما، نحو الصلاة بشراكم. فالصلاة شايفين يضعون فوق الواو إيه؟ ألفا. كمان هذه من أثر أخذ الكتابة من غير العرب من سكان شمال الجزيرة، لأنهم أولئك في الكتابة بضموا شفايفهم فكاتبين بالواو، بيقول لك صلوا. لحد هلا بعض اخواننا الفلسطينية وكذا بيقول لك فلان عم يوكل، عم يوكل بدل ايش؟ عم ياكل، يوكل، صحيح ولا لا؟ وينه فلان عم يوكل؟ فهذه الى الان فيهم بقايا يعني إمالة او تمييل الالفات في بعض الكلمات الى الواو. فلذلك هذه من الأشياء التي روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما رفع إليه المصحف فقال أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. لحنا بمعنى لو بدك تقرأها مثل مو مكتوبة مو صحيح، لو بدك تقول الصلو ولا الزكو ولا الحيو، ما العرب ما بتقول هذا الكلام، لكن بالفطرة العربي لما يشوفها شو حيقرأها؟ الصلاة، الزكاة، الحياة، النجاة. بشراكم نفس الموضوع، شايفين كتبت على ياء
لكن ليس لها نقطتين وفوقها ألف، بمعنى اقرأها ألفا. ويضعون سينا صغيرة فوق الصاد للدلالة على نطق السين بدلا منها، وذلك في ويبسطوا بسطتان فاذكروا. فإن وضعوا السين تحت الصاد دل ذلك على إيه؟ جواز الوجهين، إلا أن الصاد أشهر، وذلك في المسيطرون. علامة السكون والإظهار. اصطلح علماء الضبط على وضع رأس الخاء في من غير نقطة هكذا، هذا يعني، وتقدم الحديث كذا، دلالة على سكون الحرف وعلى إظهاره، نحو من آمن، فالسكون علامة هذا، شايفين السكون علامة الإظهار. أنعمت هم فيها الجبال أنزلناه لينفق ذو أوعظت عرضتم اضطر. واصطلحوا على جعل تركيب الحركتين هكذا، شايفين هذه الحركات المتراكبة، دلالة على إظهار التنوين، نحو عليم حكيم عذابا أليما كفار أثيم. علامة الإدغام الكامل. الصراحة علماء ضبط على جعل علامة للإدغام الكامل. ما معنى كامل؟ يعني لا يبقى من الحرف الأول شيء، وهي تجريد الحرف المدغم من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو يدرككم، الكاف الأولى ليس عليها شيء والثانية عليها شدة، عصوا وكانوا، الواو الأولى ليس عليها شيء والواو على الثانية عليها شدة، اركم معنا، الباء ليس عليها شيء والميم مشددة، وقل ربي، اللام ليس عليها شيء والراء مشددة، وقيس عليها بقية الأمثلة. فإن كان المدغم تنوينا جعلوا علامة الإدغام الكامل تتابع الحركتين هكذا، شوف الحركتين كيف متتابعتين، ليستا فوق بعضهما، متتابعتين مع تشديد الحرف التالي. شوف هلا شيء نكر، الحركتين متتابعتين والنون ايه؟ مشددة. خير من، الحركتين متتابعتين والنون والميم مشددة. خيرا لكم، الحركتين متتابعتين واللام مشددة. علامة الإدغام الناقص والإخفاء. قلت لكم بالأمس أو أول أمس أن الإخفاء والإدغام الناقص علامتهما واحدة، وهي تجريد النون من الحركة وعدم تشديد الحرف التالي. نعم، شوف من ولي، شايف النون ليس عليها شيء والواو ليست مشددة، من ولي أحط، الطاء ليس عليها سكون والتاء ليست مشددة لأن الإدغام ناقص، من قبل، النون ليس عليها شيء والقاف غير مشددة لأنه إخفاء، ترميهم بحجارة، الميم ليس عليها شيء والباء ليست مشددة لأنه ليس بإدغام بل هو إخفاء. فإن كان الحرف الأول تنوينا جعلوا علامة الإدغام الناقص أو الإخفاء تتابع الحركتين هكذا مع عدم تشديد الحرف التالي. علامة قلب النون الساكنة والتنوين. جعل علماء الضبط علامة قلب النون الساكنة وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا، نحو من بعد أنبورك أنبئهم. وجعلوا علامة قلب التنوين وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، أليست الحركة الثانية علامة التنوين؟ فاستبدلوها بإيه؟ بميم صغيرة. فهكذا إن كانت تنوين الرفع، تنوين النصب، تنوين الجر. سميع بصير، جزاء بما، شيء بصير. علامة الإمالة الكبرى والإشمام. اصطلح علماء الضبط على وضع نقطة كبيرة مستديرة مطموسة الوسط هكذا للدلالة على أحد أمرين، إمالة فتحة الراء وإمالة الألف التي بعدها من قوله تعالى مجريها، إشمام النون الأولى من النون المشددة في قوله تعالى ما لك لا تأمن. وقد استعمل بعض المعاصرين من علماء الضبط شكل المعين الخالي الوسط هكذا في مجريها وتأمنا للدلالة على ما سبق، والأول أولى. ليش الأول أولى؟ هو كله طالما اصطلاح ما بهم، لكن الأول مستعمل في الكتب القديمة،
المعين هذا من عمل بعض المعاصرين. لذلك الآن لو بتشوفوا مصحف مجمع الملك فهد الطبعات الأولى كان عليه شكل المعين، الآن شوفوا الطبعات الجديدة بتلاقوهم استبدلوها بإيه؟ بالدائرة المطموسة الوسط، بهذه استبدلوها بالدائرة المطموسة الوسط. تسهيل الهمزة، علامة تسهيل الهمزة، كيف يعبرون بالضبط عن الهمزة المسهلة؟ جعل علماء الضبط علامة تسهيل الهمزة المفتوحة وضع دائرة صغيرة مطموسة الوسط فوق الألف، وذلك في قوله تعالى أعجمي وعربي. شايفين الهمزة الأولى مكتوبة على السطر، هذه الهمزة الثانية دائرة مسدودة الوسط فوق الألف دلالة على الهمزة المسهلة. وكذلك ضبط الكلمات الآتية على وجه التسهيل في رواية حفص لو ضبطت على التسهيل، لكن في المصحف بيضبطوها على إيه؟ على الإبدال. ذكريني والله الآن مضبوطة على الإبدال في مصاحفنا، لكن لو بدهم يضبطوها على التسهيل كيف بيضبطوها؟ هكذا الذكرين، هكذا الله الآن. هذا هو مبحث مبحث كتابة وتطور ضبط المصحف وإيش كمان ورسمه من القديم إلى الحديث. أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما مر معنا من معلومات وفهمنا بعض أسرار الحركات التي نستعملها في المصحف، من أين جاءت ومتى بدأت وعلى يدي من اخترعت هذه الأشياء لضبط التلاوة وحتى لا يكون هناك خطأ في قراءة القرآن الكريم. بيذكروا أن حمزة بن حبيب الزيات لما كان طفل بالكتاب قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه، بدل إيه؟ لا ريب فيه. لا بسبب شو؟ عدم وجود، لأنه ريب وزيت مثل الكتابة وطفل هو، عرفت شو؟ بالنسبة له الزيت معروف أكثر من الريب يعني. طبعا لو تفتحوا الكتب بتلاقوا فيه كتير يعني أشياء من المضحكات هذه. عم يقلب لحاله هذا يا أحمد.